الآن اكتب اسم المجموعة التي ينتمي إليها كل من الحيوانات الآتية: الجمل، الدجاجة، سمك القرش، الضفدع، الدب، الصقر. الآن الجمل ضمن أي مجموعة من هذه المجموعات؟ إذن هو يتكاثر بالولادة، فأي حيوان يتكاثر بالولادة هو من الثدييات. الصفة المميزة في الجمل بأنه يتكاثر بالولادة، إذن هو من الثدييات. الدجاجة يغطي جسمها الريش وتتكاثر بالبيض، إذن هي من مجموعة الطيور. نعم. سمك القرش يعيش في الماء، إذن هو من مجموعة الأسماك. الضفدع يعيش فترة من حياته في الماء ومن ثم على اليابسة في البر. هذه المجموعة ماذا نسميها؟ البرمائيات. نعم. الدب يتكاثر بالولادة، إذن هو من إيه؟ من الثدييات. إذن هو من الثدييات. الصقر يغطي جسمه الريش، له جناحان، هو من أي مجموعة؟ من مجموعة الطيور. نعم. أتأمل صور الأشعة لمجموعة الحيوانات الآتية ثم أبين الصفة المشتركة بينها. لاحظ هنا جمل، ثدييات، سمكة من الأسماك، لاحظ هذا الضفدع من البرمائيات، أفعى، زواحف، عصفور من الطيور. هناك صفة مشتركة بين هذه الحيوانات، ما هي؟ إذن وجود الهيكل العظمي. إذن جميعها تحتوي على هيكل عظمي. إذن ما هي الصفة المشتركة بينها؟ وجود الهيكل العظمي. إذن جميعها لها هيكل عظمي، جميع هذه الحيوانات لها هيكل عظمي.